من لا تاريخ له لا حاضر له. هذه المقولة لخصت مواقع الحضارات في تقويم الزمن، فكيف بحضارات عديدة شهدتها أرض اليمن وعبر أزمنة متعاقبة. وتعد إب إحدى المناطق التاريخية والغنية بالكنوز الأثرية التي تضرب عمقا في جذور التاريخ، ولأن آثارنا هويتنا تكون إب كل حين على موعد مع اكتشاف أثري جديد وعملية تنقيبية متجددة. كان آخرها ذلك الاكتشاف الأثري الذي أصبح يوما ما حديثا يتصدر أخبار الفضائيات العربية، وبالتحديد في منطقة ظفار عاصمة مملكة حمير التاريخية، والذي يعود تاريخه إلى سنة 100 ميلادية، أي أكثر من 2000 عام، وهو اكتشاف أزاح الستار عن أول معبد لعاصمة الدولة الحميرية ظفار، حيث عثر فيه على لوحات فنية وجدارية هامة ومنحوتات مدهشة نباتية وحيوانية وخرافية وغيرها، إضافة إلى صور آدمية مختلفة أبرزها صور لملوك حميريين. وهكذا، فإن كل اكتشاف جديد تسفره عمليات التنقيب الواسعة في رقعة أرضنا اليمنية يمثل دليلا واضحا على أن حضارتنا ستظل منبعا خصبا ورافدا وثائقيا وماديا، يشهد على أن أصل العروبة تزداد دائرة رحاها في اليمن السعيد يوما بعد يوم.